برحب بحضرتكم في هذه التغطية الإخبارية والتي نخصصها للحديث عن جهود الدولة لتمكين الشباب في مختلف المجالات بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، حيث وضعت الدولة المصرية الشباب على رأس أولوياتها خلال السنوات الماضية كمحور هام استراتيجي في بناء الجمهورية الجديدة وتمكين عدد كبير من الشباب في الوظائف القيادية مثل نواب المحافظين ومعاونو الوزراء. كان إيماني بالشباب راسخاً لا يتزعزع، فهم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق. إحنا لدينا شباب كثير وواعد، وبالتالي إذا استطعنا إن إحنا نجهزه ونأهله بنتيح له الفرصة. املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له، افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. فشكرا لكم شباب مصر. قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب إنها تحتفل بيوم الشباب الدولي هذا العام بموضوع المهارات الخضراء للشباب، وفي بيان أكدت الأكاديمية دعمها ومشاركتها الدائمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتعامل بجدية على أرض الواقع مع البعد البيئي والتغيرات المناخية والاهتمام بالمشروعات الخضراء الذكية على مستوى جميع المحافظات. وأشارت الأكاديمية إلى أنه قد فاز 18 مشروعا مستداما في مصر في الدورة الأولى من المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة لا تأتي متوافقة مع جهود الدولة واهتمام الأكاديمية الوطنية للتدريب بتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وكذا العمل على تحقيقها من خلال منهجيتها وأيضا من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها. كما دعت رواد الأعمال لتقدم الالتحاق بالدورة الثانية من المبادرة القومية للمشروعات الخضراء والذكية قبل يوم 31 من أغسطس الجاري.
إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 كعام للشباب، والدولة تتبنى سياسة التأهيل قبل التمكين بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب PLP عام 2015 والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. وعلى مستوى الجهاز الإداري فكانت خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة وبرنامج عمل الحكومة، هذا إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مرحب بك. أهلا بحضرتك أستاذ خلود. أولا يعني وأنا بسألك وأنت شاب وتم تأهيلك وأيضا تمكينك، أولا كيف ترى جهود الدولة خلال السنوات الماضية في تأهيل وتمكين الشباب للقيادة بشكل عام؟ القيادة السياسية منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الكبير بملف الشباب، زي ما حضرتك ذكرتي ان عام 2016 هو عام للشباب المصري، وبعده انطلقت مؤتمرات الشباب وايضا منتدى شباب العالم، وكانت نتيجة النتائج المثمرة من مؤتمرات الشباب هو طبعا تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين اللي انا بشرف ان انا عضو فيها، وقدرت فعلا تعمل تمكين حقيقي للشباب داخل المناصب القيادية سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. وطبعا اللي عملته الأكاديمية الوطنية للتدريب وما زالت بتقدم نماذج مشرفة سواء برضو في الملف السياسي، وكمان دلوقتي دخلنا في الملف الاقتصادي من خلال دعم شباب رواد الأعمال، وعندنا حاجة محترمة جدا يعني اتذكرت في مؤتمر الشباب الثامن، ألا وهو الدعم الشباب رواد الأعمال من قبل فخامة الرئيس من نتيجة الإعفاءات اللي الشباب كانوا بيطالبوا بيها، وده اللي حصل من خلال لجنة الشباب في الحوار الوطني يوم 15/6 كانت أولى جلسات الشباب في الحوار الوطني، إن مازال عملية التمكين الاقتصادي الدولة المصرية مهتمية بيها جدا. عملنا صياغة كاملة للتوصيات هنرفعها للأمانة الفنية عشان يقدروا يسلموها لفخامة الرئيس. كل القرارات دي احنا يعني دايما بيقولوا كده إن الشباب عنده كنز أفكار بس كان محتاج اللي يسمعه، وما زالت هناك العديد من التحديات والمشاكل اللي بتواجه برضو الشباب، سواء بقى إن احنا وصلنا الفترة اللي فاتت لأمين الفصل داخل المدارس الحكومية وداخل المدارس الخاصة، أمين الفصل اللي هيطلع يبقى رئيس اتحاد في المدرسة، اللي هيطلع يبقى رئيس اتحاد داخل الجامعات المصرية. فعندنا جلسة هامة جدا هو دعم الشباب في الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية داخل المدارس والجامعات. عايز أقول لحضرتك أستاذ خلود احنا عندنا فعلا زي ما بنقول أفكار كلها قابلة للتنفيذ من خلال ملف الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية، اللي عشان نقدر نعمل تمكين حقيقي وتمكين سياسي للشباب هي مش المجموعة اللي تم اختيارها أو تم تدريبها فقط لا غير، لا خلاص احنا تم تكليفنا، احنا دايما بنقول ماذا بعد، فلازم ان احنا كمان نعمل تكليف آخر لمجموعة كبيرة جدا من الشباب. فاحنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكمان لجنة الشباب في الحوار الوطني عندنا اهتمام كبير جدا بملف الاتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية عشان نقدر نطلع شباب سواء نمكنه سياسيا او كمان نمكنه في العمل التطوعي. بالنسبه لحدث حصل خلال الفتره اللي فاتت وحدث مهم جدا هو التوافق على مفهوم الجمعيات الاهليه من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وقد ايه شفنا خلال الفتره اللي فاتت تمكين حقيقي لشباب قادر يقود ملف الحمايه الاجتماعيه وملف المجتمع المدني ويرقصوا مجموعه كبيره جدا من مؤسسات المجتمع المدني في مصر، الشباب لا يتعدى سنهم 35 عام. كل ده ظهر للنور برضو خلال الفترة القادمة لما فخامة الرئيس أعلن أن عام 2022 هو عام للمجتمع المدني في مصر، فشوفنا قد إيه إن إحنا عندنا شباب مبهر قادر فعلا يقود ملف الشباب ويقدر يمكن الشباب داخل الجامعات وداخل المدارس من أكتر من مؤسسة مجتمع مدني ومتطوعين كمان، لأنهم متطوعين طبعا. بيبقوا الأغلبية بيبقوا شباب سواء طبعا يعني سيدات أو حتى رجال. ده حقيقي بالفعل، بس اللي احنا عايزين نوضحه ان دايما الشباب بتواجه تحديات ومشاكل، وده ميزه الحوار الوطني. احنا عندنا مثلا جلسه مهمه جدا بتتكلم عن ملف الرياضه وملف مراكز الشباب، سمعنا افكار محترمه جدا في الجلسات التمهيديه الشباب وضحتها لنا في الملف الرياضه في مصر المفروض المنظومه تتغير بشكل عامل ازاي.
كل ده بيبقى فيه تقبل في الإعلام، إن الإعلام بيظهر الكلام ده دلوقتي. الإعلام كمان بيسلط الضوء على الأفكار المحترمة لما يبقى أي حد بيقول وجهة نظره بكل أريحية. المهم إن الشاب اللي بيقول وجهة نظره دي هو مستني تنفيذها على أرض الواقع. فالجميل إن كمان الدولة المصرية لما أعلنت إن في حاجة اسمها توصيات نرفعها لفخامة الرئيس عشان يتم تنفيذها خلال الفترة الجاية طول ما هي قابلة للتنفيذ، طبعا ده شيء محترم جدا الدولة المصرية بتقوم بيه عشان تقدر تعمل دعم وتمكين حقيقي للشباب سواء في المدارس أو الجامعات وكمان الخريجين. هذا الجسر يا أستاذ أحمد، جسر التواصل ما بين الشباب والقيادة السياسية، لأول مرة بنشوف أنه في حوار ما بين الشباب ومع رئيس الدولة في ملفات عديدة، ومنها كمان أن احنا نسمع صوت الشباب في تطوير بلدهم. ده كمان أهميته إيه من خلال طبعا المنتدى، منتدى شباب العالم، أو حتى من خلال مؤتمرات الشباب، فكرة هذا الجسر، جسر التواصل، ونسمع أفكارهم ومقترحاتهم للتطوير، ده فاد الشباب إزاي؟ عايز اقول لحضرتك احنا لما كنا بنعمل الجلسات التمهيديه من شهر 29/22 حتى وقتنا هذا للحوار الوطني، كانت الشباب لما نتكلم معاها يقولوا لنا يعني فعلا احنا صوتنا هيوصل، يعني فعلا لما نقول ارائنا واقتراحاتنا في اكتر من ملف هل فعلا الدوله المصريه هتقدر تاخد بالتوصيات دي. كنا احنا يعني خيره مثال ان عشان نقدر يحصل لنا التمكين الحقيقي للشباب، كان مجموعه من اصدقائنا في الحياه السياسيه تحدثت قدام فخامه الرئيس واعلنوا إن لازم الشباب ياخد دورها في الأحزاب المختلفة وكمان الشباب السياسي، فتم إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب السياسية. وطبعا زي ما حضرتك وضحتي في تقريرك المحترم إن كمان الأكاديمية الوطنية قامت بالدور ده. دي كلها توصيات طالعة من الشباب سواء كان في المدارس أو كان في الجامعات أو كمان الشباب السياسي اللي مارس الحياة السياسية على مدار 20 سنة اللي فاتوا. اللي أنا عايز أوضحه إن لما الشباب حست بده وحست إن فعلا في شباب فعلا قدر يوصل يكون في هيئة مكتب مجلس النواب وهيئة مكاتب مجلس الشيوخ، مش اللي هو نجح كمان وبقى عضو برلماني، لا ده كمان ربنا وفقه وكمان بقوا في أعضاء هيئات مكاتب. كل ده دليل إن الشباب قادر يقنع، إن الشباب قادر يوصل صوته لفخامة الرئيس، وهو على أساس ده إن فخامة الرئيس والدولة المصرية بتتحرك في الملفات دي كلها. بس عايز أوضح حاجة مهمة جدا عشان حاجة ذكرتيها، هو ملف التوعية، الملف الوعي عشان نقدر نحققه على أكمل وجه ممكن. ودي رسالة كانت الشباب بتوضحها لنا من خلال المدارس والجامعات، احنا في غياب وعي بالنسبة اللي بيحصل داخل الحكومة المصرية والإنجازات اللي الدولة بتعملها واللي بيحصل داخل اتحادات الطلاب سواء في المدارس أو الجامعات. بمعنى أدق لما بنتكلم عن اللجنة اسمها اللجنة الاجتماعية وفي الاتحاد الطلبة، وعندنا وزارة مهمة جدا اسمها التضامن الاجتماعي، للأسف الاتنين مش شايفين بعض، ومش شايفين بعض معنى ايه؟ ان ده مش شايف برامجه، وكمان الشباب مش شايفه برامج الحكومه. ونفس الشيء من وزاره التضامن الاجتماعي على وزاره الشباب، وايضا وزاره الثقافه، عندنا اللجنه الثقافيه، عندنا لجنه الرحلات، عندنا وزاره السياحه. المقصود ان انا بحكيه ده، وده ميزه الحوار الوطني وميزه ان فخامه الرئيس دايما مستمر في دعم وتمكين الشباب، اللي هو يستمع استماع جيد جدا للتوصيات اللي الشباب قالوها. وعايز اقول لحضرتك التوصيات دي ان شاء الله وان شاء الله هيتاخد بيها خلال جلسه الشباب القادمه في دعم وتمكين الشباب في الاتحادات الطلبه، ان انا عايزين نرجع روح مهمه جدا حضرتك لسه ذكرها، هي روح العمل التطوعي. عمري في حياتي ما هقدر اخلق عمل تطوعي الا لما الشباب نفسه يبقى عارف الدوله المصريه دفعت كام في انجازات الدوله، وكمان مش يشاركوا فيها بمعرفه فقط. بس هي موجوده يا استاذ احمد، يعني روح التطوع دي موجوده كمان. موجوده من زمان في مصر، وزادت يمكن كمان الفتره الاخيره، ولكن انا فاهمه يعني قصدي حضرتك تقصد انه محتاجين ان هي تزيد بشكل اكبر، مش هقول توعيه ولكن زياده المعرفه بانجازات الدوله، انجازات كل حكومه، يعني بشكل اكبر يكون في تواصل يعني بشكل كبير. انا اتعلمته من التنسيق والحوار الوطني، وفخامه الرئيس عايز ده. فخامه الرئيس في الحوار الوطني مش عايز ان احنا نتكلم عن انجازات الدوله المصريه فقط، غير هو فخامه الرئيس عايز يعرف المشكله فين عشان نقدر نقول ان التوصيات هتتم ازاي ونقدر نشتغل عليها. غياب الوعي بالنسبه للاتحادات، انت حاجه عايزه في اتحاد الطلبه ده تطلعي كوادر سياسيه تخدم في العمل الاهلي او كمان تخدم في انتخابات المحليات او انتخابات الانديه ومراكز الشباب، وان شاء الله كمان في النواب والشيوخ. عشان ده يحصل يبقى لازم نحصل عمليه التدريب والتاهيل من الشباب وهم لسه في سن 7 سنين و8 سنين في كامناء للفصل داخل المدارس الحكوميه والخاصه، وللاسف ده مش موجود بشكل كبير وموسع.
فده لازم نرجعه تاني، ومش نرجعه ان يبقى هو مسمى امين فصل او مسمى رئيس اتحاد ويعمل انشطة ملهاش اي تأثير في استراتيجية الدولة 2030 او اهداف التنمية المستدامة. التوصيات اللي هتطلع في لجنة الشباب، لا احنا خلاص حطينا ايدينا على المشكلة، ان فعلا في غياب وعي كبير، ان مفيش ترابط ما بين اللي بيحصل في الوزارات واللي بيحصل داخل اتحادات الطلبة. النهاردة في اليوم العالمي للشباب يعني بنطمن شبابنا زي ما طمناهم في الجامعات ان ده هيحصل، احنا بنوضح له من خلال حضرتك ان هيتم الموضوع ده على اكمل وجه ممكن، عمليه التدريب والتاهيل والتمكين، والشباب تعرف الدوله بتعمل ايه والدوله تعرف شبابنا بيفكر ازاي في المشروعات دي. وان شاء الله لما التوصيات دي بتطلع هيحس ان الشباب ان عمليه الانتماء والوعي فعلا قدرنا نحققه على ارض الواقع، وده اللي محتاجه مننا فخامه الرئيس خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد دايما صوتكم مسموع. استاذ احمد فتحي مقر لجنه الشباب في الحوار الوطني ووكيل لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. تولي الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالشباب في إطار البعد الاجتماعي لسياستها التنموية، بما يعبر عن الإيمان الراسخ بضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. المزيد في العرض التالي مع الزميل لؤي أباظة. أهلا بكم. أولت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بملف دعم وتمكين الشباب كأحد الأساسيات للعبور نحو الجمهورية الجديدة، حيث اتخذت خطوات عدة نحو إفساح المجال للشباب على كل الأصعدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2016 عاما للشباب، أطلق معه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ليؤكد أن الخطوة الأولى لإشراك الشباب في الحياة العامة في مصر هي تأهيلهم أولا. كان البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أول هذه التدخلات، فقد انطلق البرنامج عام 2016 بهدف تأهيل وتدريب 3500 شاب يمثلون نموذجا تحتذي به الهيئات والمؤسسات في تدريب وبناء كوادرها، ويسهمون في صنع السياسة العامة للدولة مستقبلا، حيث حقق هذا البرنامج مكتسبات عديدة على مستوى بناء الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة. وتأكيدا على بناء القدرات الشباب، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 قرارا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي جاء إنشاؤها كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، حيث تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال البرامج التدريبية في المجالات المختلفة. كذلك وافقت القيادة السياسية على عقد مؤتمر دولي سنوي للشباب من مختلف دول العالم تحت اسم منتدى شباب العالم. وبعد عقد المنتدى لثلاث دورات متتالية ناجحة من حيث التنظيم والمحتوى والمخرجات، اعتمدت الأمم المتحدة المنتدى بوصفه منصة عالمية للحوار بين الشباب. لم يقتصر الأمر على تقديم البرامج، لكنه امتد أيضا إلى تمكين حقيقي للشباب في جميع الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فعلى الصعيد السياسي، شهدت السنوات الماضية نموا ملحوظا في عدد الشباب في المناصب القيادية، كما صدر في 2014 قرارا بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم، وبدأت بالفعل العديد من الوزارات في تطبيقه. كما تولى الكثير من الشباب مناصب نواب للمحافظين، وشهد البرلمان الحالي مشاركة قوية منهم. وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بخلق فرص عمل للشباب، بما يساعد في استيعاب الزيادة السنوية في الطلب على العمل وتوفير مستوى معيشة لائق، وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى أو تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة أو تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض الميسرة. أما على الصعيد التمكين الاجتماعي، اعتمدت الدولة على التطوع كأحد أهم الأولويات في تمكين الشباب وإدماجهم في المجتمع ودعم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى اكتساب العديد من المهارات الشخصية. كما يعد مشروع حياة كريمة والتحالف الوطني للجمعيات الأهلية أبرز تلك التطبيقات المجتمعية لدعم ثقافة التطوع بين الشباب المصري. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب على مختلف الأصعدة. شكرا لطيب المتابعة. الأستاذة نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برحب بحضرتك.
اهلا وسهلا يا استاذه خلود، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيكي. اولا شايفه ازاي اهتمام الدوله بملف الشباب وتاهيلهم وتمكينهم بشكل عام، والحرص كمان على تمثيلهم في المجالس النيابيه والمناصب التنفيذيه؟ طيب في البدايه خلينا اقول بمناسبه ان النهارده اليوم العالمي للشباب، كل عام وشباب مصر بخير ودايما محققين نجاحات في كافه المواقع وعلى كافه المستويات السياسيه والاقتصاديه والمجتمعيه. والصراحة هي الدولة المصرية يعني بدأت الاهتمام بملف الشباب مش من 2016 ولكن من 2013، وبالتحديد في 3 يوليو لما كان وزير الدفاع وقتها الرئيس السيسي ألقى بيان 3 يوليو وكان فيه اللي هو بنود خارطة الطريق، جاء فيها صراحة كده اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريك في القرار في مواقع السلطة المختلفة. ومنذ ذلك الوقت بقى ومنذ تولي الرئيس 2014 وهو ملف الشباب على رأس الأجندة السياسية للدولة. فكانت رؤية الدولة المصرية الأول التأهيل قبل التمثيل. فشفنا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اللي أعلنت مؤسسة الرئاسة عن انطلاقه في 2015. واللي كان هي النواهي الأساسية والبداية لتأهيل واندماج الشباب في تولي المناصب القيادية. بعد كده كان أعلن عام 2016 عام الشباب، وبعد ذلك كان أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب في 2017 عشان تكون الشكل المؤسسي لبرامج تدريب وتأهيل الشباب في كافة نواحي الجمهورية. بعد ما دربنا الشباب بعد كده جه التمكين السياسي، عشان على المستوى التنفيذي مثلا ادرج الشباب في تولي المناصب القياديه. على سبيل المثال تم اختيار 2 من المحافظين من تحت سن 40 سنه من الشباب، وفي حركه المحافظين في 2019 تم تعيين 23 نائب ونائبه للمحافظ بنسبه تقريبا 60% من العدد الاجمالي لنواب المحافظين. وزي ما حضرتك ذكرت على المستوى التشريعي، يعني لا ننسى في دستور 2014 نص على تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للشباب. يعني نجد ان عدد الاعضاء من الشباب تحت سن 40 سنه في غرفتي النواب والسيوف اللي هي الدوره الحاليه تقريبا 124 نائب بنسبه 21% من اجمالي عدد النواب. كمان ما ننساش ان برضه الدستور 2014 نص على نسبه 25% من مقاعد المجالس المحليه للشباب. هو المجالس المحليه لسه يعني القانون بتاعها لسه في مجلس النواب لم يتم اصداره بقى، ولكن يعني هنشوف دور الشباب ان شاء الله بعد التاهيل اللي الدوله المصريه قامت بيه خلال الفتره الماضيه. ان شاء الله نشوف اثر الشباب في الاصلاح الاداري والمجتمعي بعد اصدار قانون المجالس المحليه يعني للتذكره ان هو ملف المحليات هو احد القضايا الهامه على اجنده الحوار الوطني الان. كمان يعني مش عايزين ننسى تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي هي يعني اثرت الحياه السياسيه واللي بتضم 27 حزب بمختلف التوجهات والايديولوجيات. ده على المستوى التمكين السياسي، اما في كمان كان الدوله اولت اهتمام بالتمكين الاقتصادي للشباب. فاطلقت مثلا 3 مشاريع او هو اكثر من ذلك ولكن الابرز كان 3 مشاريع. مبادره ابدا اللي انطلقت لتحقيق 3 اهداف اساسيه وهي توفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعات الحديثه وكمان تقليل الفاتوره الافتراضيه. ومواطنة مشروع اللي بتقدم قعودا ميسره للشباب بتنفيذ مشروعاتهم يعني مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر بفايده ما تتعداش 5%. وعلى فكره مواطنة مشروع يعني وفرت اكثر من 1.4 مليون فرصه عمل، وتم تنفيذ ما يقرب من 190,000 مشروع بقعود يعني بلغت اجمالي 22.6 مليار جنيه. كمان تسهيل كان الرئيس كان اطلق في 2016 مبادره تضمنت تخليص الجهاز المركزي بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر بفايده ما تتعداش يعني 5%.
ده كانت ابرز حاجه في التمكين الاقتصادي. كمان ما ننساش اللي هو التمكين، كان في تمكين مجتمعي يعني مثلا المشروع القومي حياه سليمه اللي هو يعني المشروع الابرز في الدوله المصريه، هو جمع الشباب المصري كله في بوتقه واحده من خلال زياده اعداد المتطوعين. يعني عايز اقول لحضرتك ان اجمالي عدد المتطوعين داخل مؤسسه التحالف الوطني للعمل الاهلي يعني بلغ 76,000 متطوع، واجمالي عدد المتطوعين المسجلين في قاعده البيانات بتاعت مؤسسات التحالف 251,000 متطوع في 27 محافظه. كمان لو اتكلمنا عن ما ننساش برضو ان خلال السنوات الماضيه الدوله المصريه ويعني كان في حوار مباشر بين رئيس الجمهوريه وبين شباب مصر والعالم كمان، مش الشباب المصري بس، من خلال المؤتمرات الشباب سواء المحليه او مؤتمرات الشباب العالميه. احنا الدوله المصريه عملت 8 مؤتمرات شباب محليه وثلاث منتديات شباب عالميه، والنسخه الرابعه عملناها يعني نسخه مبادرات هتتم مش حضور ولكن مبادرات هتتم عشان خاطر الاوضاع الاقتصاديه اللي كانت بتمر بيها العالم اجمع. ففكره يعني فكره ادماج الشباب في العمل العام مش الشباب المصري بس، الدوله المصريه كانت كمان تطرقت من خلال المؤتمرات لادماج فكره ادماج الشباب للعمل العام في كافه الجنسيات. والفكره ديت هي الفكره الرئيسيه اللي جعلت الامم المتحده تعتمد منتدى شباب العالم ووصفته بانه منصه عالميه للحوار بين الشباب. طيب يمكن من ضمن آليات تمكين الشباب يا أستاذة نسرين هو البرنامج الرئاسي للشباب طبعا للقيادة، لأي مدى خرج كفاءات شبابية مؤهلة للعمل السياسي والاجتماعي والإداري؟ البرنامج الرئاسي هو ده كان النواة وكانت البوتقة الأساسية والرئيسية. هو دلوقتي يعني خرج 4 دفعات اللي هو البرنامج الاساسي اللي هو البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده. خرج 4 دفعات 2000 خريج، وفعلا هم يعني اتعينوا في مناصب قياديه كمعاونين للوزراء ومساعدين ليهم، وكمان في جزء منهم متولي نواب محافظين، وكمان محافظ بني سويف هو خريجي البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده. وتم الدفع عدد من الكفاءات من كفاءات البرنامج كنواب للمحافظين، وكمان فيه عدد من خريج البرنامج الرئاسي ممثلين كنواب في مجلس النواب. بس احنا عايزين نقول ان البرنامج كان هو عشان فكره البرنامج تاهيل الاول، تم تاهيلهم عن طريق دورات في اقتصاد وعلوم سياسيه، دورات في الاداره العامه، دورات في الامن القومي والاستراتيجي، دورات في التسويق، دورات في الاتش ار. فهي كانت دوره متكامله مكثفه وطويله في المدى عشان خاطر نخرج كفاءات، وتم الدفع ليهم في الجهاز الاداري للدوله وفي المناصب القياديه بصفه عامه. طب ايه التحديات اللي بتواجه الشباب يا استاذه نسرين من وجهه نظرك؟ احنا ممكن نقول التحديات يعني احنا الدوله المصريه هي ايمن، هي يعني بتحجم التحديات. فمثلا ممكن ان الشباب يقول لك ان مش كلنا ممثلين، او مثلا شباب الجامعات يعني محتاج ان هو صوته يوصل اكثر، يوصل يعني يتم اتاحه تدريبات ليهم بشكل اكثر. وده اللي الدوله المصريه مؤخرا من خلال الاكاديميه الوطنيه للتدريب والتاهيل يعني اخذت بالها منه، وتم اطلاق برنامج فاليو بالتعاون بين مؤسسه حياه سليمه والاكاديميه الوطنيه للتدريب، وعملت لطلاب الجامعات واللي هم خريجين حديثا عملت لهم برامج لتعزيز الوعي لديهم والتوعيه بالمشاركه المجتمعيه، ومدهم بالخبرات اللازمه وتشجيعهم على العمل التطوعي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نسرين الشرقاوي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أكد الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم أن اليوم العالمي للشباب يؤكد أهمية تعليم الشباب مهارات مهمة لإرشادهم إلى مستقبل أكثر إشراقا.
وخلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قال منتدى شباب العالم إنه دائما يعمل على تمكين الشباب والمناصرة من أجل غد أفضل. وكان منتدى شباب العالم قد شهد في يونيو الماضي جلسات وورش العمل الخاصة بمبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي عقدت على مدار الخمس أيام. ناقشت فيها ورش العمل ثلاثة محاور رئيسية هم الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير، التمكين الاقتصادي للمرأة، ريادة الأعمال. دكتور خالد حنفي عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برحب بك دكتور. تحياتي لحضرتك وكل السنة السادة المشاهدين. اسمحي لي حضرتك بس التصحيح، أنا عضو مجلس النواب السابق بعد إذن حضرتك. بشكرك يا فندم. طبعا وإحنا بنحتفل باليوم العالمي للشباب، حضرتك شايف إزاي توجه الدولة وحرصها على تمكين ودعم الشباب أيضا من ذوي الهمم؟ في الحقيقة طبعا اهتمام سيادة الرئيس بالشباب عموما ظهر بالفعل في إقامة منتديات الشباب اللي كانت وما زالت مستمرة، وأيضا لقاء دولي للشباب يتبادلوا فيه الخبرات، يحرصوا على الالتقاء ببعضهم ونقل العادات والتقاليد اللي في المجتمعات المختلفة ما بينهم وما بين بعضهم، وتبادل الرؤى حوالين القضايا اللي بتشغل الشباب بشكل عام. ودي الحقيقه كانت واضحه في منتديات الشباب الدوليه اللي كانت سياده الرئيس حريص على حضورها، واللي كان بيتواجد فيها عدد ايضا من الشباب من الاشخاص ذوي الاعاقه وكانوا بيدلوا بدلوهم. والحقيقه كانت ميزه هذه المنتديات ان سياده الرئيس بيستمع الى ارائهم واملهم وطموحاتهم وبيسعى لتحقيق ما يمكن تحقيقه منها. ده الحقيقه بيعكس اهتمام القياده السياسيه وعلى راسها سياده الرئيس بهذه الفئه من فئات المجتمع، لان احنا لو جينا قلنا ان المجتمع المصري حوالي 60% منه على الاقل من الشباب، وده رقم مش قليل، يعني احنا بنتكلم في عدد كبير جدا من سكان مصر من الشباب، وبالتالي القاء الضوء والاهتمام بقضايا هذه الفئه امر اعتقد بيلقى اهتمام خاص من اجهزه الدوله المختلفه. صحيح. وعلى راسها سياده الرئيس. يمكن يا دكتور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تضمنت العديد من السياسات التنموية التي انتصرت طبعا لذوي الهمم، بالإضافة أنه عام 2018 كان عاما لذوي الهمم. شايف المكاسب اللي تمت خلال الفترة الأخيرة، توجه الدولة أيضا للانتصار للأشخاص ذوي الهمم، يعني إزاي تحقق وأهميته؟ طبعا على المستوى التشريعي لا يخفى على الساده المشاهدين ان في مجموعه من القوانين صدرت للاشخاص ذوي الاعاقه، من ابرزها القانون 10 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، وزي ما حضرتك ذكرت اعلان عام 2018 عاما للاشخاص ذوي الاعاقه بنادت فيه اجهزه الدوله لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه، ودي تعتبر بدايه. مش معنى ان العام ده انتهى معناه ان ما فيش امور بتقدم للاشخاص ذوي الاعاقه، لا، بدليل تشريف سياده الرئيس وحضوره احتفاليه سنويه خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه وحرصه الدائم على الالتقاء بيهم والاستماع لمشاكلهم وأملهم وطموحاتهم وتلبية وإصداره للتوجيهات أيضا لأجهزة الدولة المختلفة. يمكن كلنا نتذكر مع بعض كده الاحتفالية اللي أقيمت في ديسمبر الماضي بهذه المناسبة وشرفها بالحضور سيادة الرئيس وأعلن عن توجيهات خاصة، وبالفعل بنرى تنفيذها في الوقت الحالي بدليل إعلان السيدة وزيرة التضامن منذ عدة أيام عن إطلاق المرحلة الثالثة للتقديم للحصول على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
ودي بتعتبر جواز المرور لأي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على كل المزايا والخدمات الواردة في القانون 10 اللي أنا أشرت إليه. على المستوى التشريعي أيضا في القانون 11 الخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في القانون رقم 200 وده قانون مهم جدا، قانون 200 لسنة 2020 الخاص بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولتغير مسماه بعد ذلك لقانون قانون صندوق قادرون باختلاف، واللي بيعتبر هذا الصندوق واللي أعلن أيضا واللي أقر منذ فترة وجيزة جدا قانون آخر بيضيف لموارد الصندوق بناء على تعليمات سيادة الرئيس وتوجيهاته مليار جنيه حتى يستطيع هذا الصندوق القيام بمهامه الجسيمة في خدمة. دكتور خالد معانا؟ مع حضرتك؟ يعني الصوت بيقطع، فأتمنى أن حضرتك بس يعني نكون واقفين في مكان فيه إشارة عشان أسمع صوتك بوضوح كده. تمام. حضرتك كنا بنتكلم عن الصندوق، اتفضل. الصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ولتغير مسماه بعد ذلك للصندوق قادرون باختلاف، وده الحقيقة بيعالج إشكالية كبيرة جدا وهي إشكالية التمويل. من المعروف أن بعض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بتحتاج لموارد مالية ضخمة عشان يتم تنفيذ التشريعات اللي الدولة التزمت بيها، وبالتالي هذا الصندوق بيعتبر حل جذري لهذه الإشكالية بحيث أنه بيتلقى موارد من جهات الدولة المختلفة من ناحية، وبشكل تكافلي من كل المواطنين من ناحية. هنلاقي كل مواطن كده لما يجي يبص على مفردات مرتبه مثلا هو من العاملين بالدولة، هلاقي ان في مبلغ كده معين بيتخصم منه مبلغ صغير لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى اللي بيحصل على معاش برضه بيتخصم منه جزء صغير لصالح هذا الصندوق. موارد أخرى أيضا واردة في هذا القانون بتتكامل هذه الموارد مع بعضها وبتجمع مبالغ بتخدم الصندوق ده اللي في النهاية بيوجه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وحل كثير من الإشكاليات اللي بتقابلهم في مهامهم المختلفة وفي حياتهم بكافة جوانبها المختلفة. طب إيه أبرز التحديات يا دكتور خالد اللي بتواجه الشباب أو يعني من ذوي الهمم أو قادرون باختلاف؟ أبرز تحدي هو الحصول على فرصة عمل. يعني خلينا نتكلم بصراحة، حضرتك عارف إن سن الشباب ده هو سن بقى بيبقى الشخص حصل على مؤهل محتاج يشتغل، لأنه طبعا لما بيشتغل وبيبقى لنفسه فرصة عمل خاصة بيه طبعا ده بيمكنه بقى بعد كده من يحقق استقلاليته، يحقق يثبت ذاته، يحقق طموحاته، ده بيبقى طبعا بيبقى له مورد دخل. كل دي من الامور اللي بتحققها في فرصة العمل. طبعا القانون نص على فكرة او على نسبة 5% اللي كلنا عارفينها، وانها النهارده اي منشأة عندها 20 عامل او اكثر سواء كانت المنشأة دي حكومية او حكومية او قطاع خاص او قطاع اعمال، المنشأة دي ملزمة بتوفير نسبة 5% للاشخاص ذوي الإعاقة. تحقيق هذا المبدأ أو تنفيذ هذا النص القانوني بيفتح آفاق كبيرة جدا للأشخاص ذوي الإعاقة، ده من جانب. من جانب آخر إن أنا بفتح للأشخاص ذوي الإعاقة جوانب أخرى من التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل ليهم بحيث إنهم يبقوا مؤهلين لاحتياجات سوق العمل، سواء كان ده في مجال ريادة الأعمال، في مجال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، في مجال الابتكار والإبداع واختراع، أو بمعنى أصح إن أنا يعني أبتكر مشروعات أو أبتكر أفكار تخدم المجتمع المصري بشكل عام، تخدم الصناعة، تخدم الصناعات المغذية على سبيل المثال. ممكن كلنا نشوف بس دولة زي الصين عندهم صناعات مغذية بيصنعوا أجزاء صغيرة جدا من حاجات كبيرة، ممكن ألاقي مسمار في جهاز بيصنعوا مصنع معين، ممكن ألاقي واخدها لحضرتك. احنا لو استغلنا الشباب ومنهم الاشخاص ذوي الاعاقه في مثل هذه المشروعات البسيطه جدا اللي تبقى صناعات مغذيه لصناعات كبرى، اعتقد ده يفيد الاقتصاد القومي من ناحيه بانه هيبقى عندي صناعات مغذيه، هيبقى عندي عدد اكبر من فرص العمل، هحد من نسبه البطاله خصوصا انها منقطعه جدا في اوساط الاشخاص ذوي الاعاقه. لما يبقى عندي شخص ذو اعاقه بيدير مشروع او بيشتغل من خلال رياده الاعمال وعنده ابتكار، ده بيمكنه من انه يشغل ناس ثانيه معاه، بيمكنه من انه برضه يساعد في حل الازمات الاقتصاديه اللي بتواجهها الدوله، بيشعر انه عضو منتج في المجتمع، بيبقى فيه بيدفع ضرائب، كل ده في دوره راس مال بقى بتبتدي تدور، هذه الدوره بتحقق التنميه بشكل عام للمجتمع. نعم، شكرا جزيلا دكتور خالد حنفي عضو المجلس القومي لذوي الاعاقه، شكرا لك يا فندم.
أكدت إدارة الحوار الوطني أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية وخطوات فاعلة لتحويل طموحات الشباب إلى حقيقة على الأرض. وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، قالت إدارة الحوار أن لجنة الشباب تعمل على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتمكين الشباب بشكل أكبر عن الذي تم تحقيقه بالفعل، وخصوصا في مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى استمرار دعم الشباب لأنهم المؤشر الحقيقي لبناء الوطن والنهوض به. دكتور هاني عياد، استشاري ريادة الأعمال، برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني ملف ريادة الأعمال تحديدا أصبح واقع كبير خلال الفترة الأخيرة، شايف جهود الدولة إزاي في دعم الشباب في هذا الملف تحديدا، ملف ريادة الأعمال؟ يعني يمكن الدولة واعية جدا لملف ريادة الأعمال، وبالأخص التوجيه للشباب، ومن هنا لقينا يعني رؤية القيادة السياسية مركزة بشكل كبير جدا على دعم رواد الأعمال من الشباب، وتسهيلات كتيرة ابتدت تتقدم، إذا كانت في شكل تسهيلات ومنح وقروض مخفضة الفائدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالنسبة لطبيعة المشروعات نفسها، إنما بالنسبة للستارت أبس أو الشركات الناشئة أو السكيل أبس اللي احنا بنسميهم، اللي معتمدين على فكرة التكنولوجيا، ابتدى يبقى فيه وعي كبير جدا بطبيعة الشركات دي، بطبيعة نشأتها، ابتدى تسهيلات في عملية إجراء إن فتح الشركات نفسها، إن أنا أنشئ الشركة. في بعض القرارات راحت لفكرة تسهيل للشباب عملية فتح حساب بنكي ما يكونش مربوط بدخل معين، علشان تسهيل ليهم ان هم يبقى ليهم نوع من انواع الربط المالي بالبنوك لتحصيل الخدمات والمنتجات اللي بيقوموا ببيعها. ففي يعني في نوع من انواع الوعي الكبير بأهمية القطاع ده خاصة للشباب، توجيهات كبيرة ناحية التسهيلات تجاهه، والرؤية واحدة واحدة بتبان. يعني بقالنا فترة ابتدينا نشتغل على المنصة الإلكترونية للشركات الناشئة، ابتدينا نقابل بعض المعوقات، الحمد لله امبارح كان في تجربة حية لإنشاء شركة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة بالهيئة العامة للاستثمار، إنشاء شركة أونلاين. جزء تاني ابتدى يبقى فيه نوع من أنواع التسهيل للشركات الناشئة إن هي تقوم بدور الوسيط البنكي، وابتدت تاخد رخص مالية من البنك المركزي، وده مش شاهدناهوش خالص في الفترات اللي فاتت، لكن ابتدينا نشهده خلال الفترة اللي احنا فيها. النهاردة برضو تصريحات، وامبارح من رئيس هيئة الاستثمار بعض التسهيلات وبعض الدعم للشباب في عملية الإنشاء والأوراق المقدمة. شفنا تصريحات من سيادة الرئيس خلال المؤتمر الشمال اللي فات في الإسكندرية بمنح إعفاءات للشباب خلال السنة الأولى تصل إلى 5 سنين من إنشاء الشركات الناشئة، علشان يساعد ويسهل ان الشباب تقوم. ايه اللي احنا محتاجينه اكتر دكتور هاني علشان نقدر ان احنا نشجع الشباب يعني بشكل كبير والدخول في ريادة الاعمال، ويبقى في مشاريع يعني اكتر واستثمارات في البلد؟ عندنا جزئين، جزء منه ان احنا محتاجين الشباب دي تطمن، لان في تخوف كبير برضو، جزء معنوي يعني. بالظبط، جزء كبير عند الشباب، طب لو انا المشروع بتاعي ما نجحش، لو المشروع بتاعي ما حققش المرجو منه من أرباح، طب أنا يحصل معايا إيه؟ طب الضرائب إيه؟ يعني الوعي شوية من ناحية إزاي توعية القادمين على إنشاء شركات بدور الجهات النظامية والجهات الرقابية في الحتة دي، وإن هو ده إزاي بدور داعم مش هو الفزاعة في
عملية الترهيب من إنشاء الشركات، لا بالعكس ده تشجيع وتحفيز إن أنت تسجل وتنشئ الشركة بتاعتك بشكل قانوني. الجزء الثاني والمهم قوي إن المؤسسات المالية البنكية يبقى فيه توجيه كامل بطبيعة الشركات دي، علشان لما ييجوا يسألوا على نوع من أنواع الدعم أو القروض اللي تسهل إنشاء الشركات بتاعتهم بيواجهوا يعني بعض العراقيل لمدى مفهومية القطاع المصرفي بالشركات. يعني هو بيطالبوا أوقات كثيرة بقوائم مالية، بإيجار مكان، بحجم معدات، بمساحة المكان، واحنا ممكن نلاقي ان ستارت اب قايمه بالكامل بشكل فيرتشوال، يعني هو عندها مكتب فيرتشوال، مكتب افتراضي، وبتقوم وبتتداول ويبتدي يتعين فيها اكتر من موظف بيشتغلوا من البيت، فهي مش ما عندهاش اللي البنك عايزه، ولكن في نفس الوقت هي بتشتغل وعايزه تكبر. فحته ان ازاي يحصل نوع من انواع التوضيح في الجزئيه دي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني عياد استشاري رياده الاعمال. بينضم إلينا الآن دكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خلود وأهلا بكل الساده المشاهدين. الاهتمام بالشباب خلال السنوات اللي فاتت من وجهة نظرك كيف ترى أنه هو كان بالفعل ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها في بناء الإنسان المصري؟ يعني أولا فكرة الاهتمام بالشباب أنا في تقديري هي واحدة من الصفحات المضيئة في تاريخ الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية. أولا لأنه يجب لكي ندرك حجم الإنجاز اللي تحقق خلال العقد الماضي يجب أن ننظر إلى ما كان عليه الشباب قبل هذه الفترة. أولا احنا كنا خارجين من فترة ارتباك واضطراب سياسي واقتصادي واجتماعي غير مسبوقة. الشباب كان في قلب هذه الأزمة وفي قلب هذه التحدي، خاصة في ظل استهداف كثير من التنظيمات المتطرفة والجماعات الهدامة لهؤلاء الشباب، سواء بالتجنيد أو بمحاولة إحباطهم وإكسابهم السلبيات ودفعوهم إلى النظرة السلبية لمجتمعهم ولمستقبل هذا الوطن. وبالتالي كان التحدي الأول اللي اشتغلت عليه الدولة المصرية هو فكرة استعادة الأمل لدى هؤلاء الشباب في المستقبل، وأعتقد أن الدولة المصرية نجحت بالفعل واستطاعت أن تستعيد هؤلاء الشباب وأن تستعيد نظرتهم المتفائلة للمستقبل. ده ما حصلش من فراغ، لكن حصل بجهد كبير سواء من خلال المشروعات القومية، سواء من خلال التمكين السياسي، من خلال التمكين الاقتصادي، والأهم من وجهة نظر الحقيقة هو العمل على تأهيل هؤلاء الشباب، لأنه المعيار أو القيمة ليست في أن أمكن الشباب بحكم السن أو بحكم الفئة العمرية، ولكن بحكم الكفاءة وبحكم المهارة من النجاح، وبالتالي نستطيع القول انه في نماذج شابه تمتلك ادوات العصر وقادره على العمل والانجاز. وبالتالي الدوله المصريه اشتغلت من خلال استراتيجيه علميه واضحه، من خلال ادوات فاعله على الارض، من خلال استقطاب واجتذاب الشباب لهذه الادوات. فبالتالي راينا الاكاديميه الوطنيه للتدريب، راينا البرامج الرئاسيه لتاهيل الشباب للقياده، راينا التعاون وبرامج تاهيل ورفع كفاءه الشباب في مجالات مختلفة، وصولا بقى إلى فكرة تعديل الدستور المصري ليسمح بتمثيل غير مسبوق للشباب المصري في المجالس النيابية، تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكلها أدوات بتصب في النهاية في إكساب هؤلاء الشباب الفرصة للعمل، فضلا طبعا عن التجربة الرائدة أنا في تقديري سواء على مستوى المنطقة العربية أو على مستوى العالم، هي فكرة منتديات الشباب وملتقيات الشباب. ما ده كان سؤالي التالي لحضرتك دكتور أسامة، لأي مدى تدشين جسر التواصل ما بين القيادة السياسية وبين الشباب يعني فرق بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة مع الشباب والقدرة على الاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم حول تطوير البلد ويعني مؤسساتها المختلفة؟ صحيح، يعني يمكن ده واحد ايضا من الادوات المهمه اللي انجحت جهود الدوله المصريه في الاستفاده من طاقات الشباب ووضعهم في المكانه والمكان الصحيح اللائق بهم. اولا بعض القوى الهدامه وبعض التيارات الظلاميه كانت بتحاول ان تصور الامر وكان الدوله المصريه في صراع، ان الدوله كانت في صراع على الشباب،
من اجل اكتساب هؤلاء الشباب ومن اجل تحويلهم الى اداه بناء وتعمير وعمران. طب يا دكتور أسامة، أنا يعني صوت حضرتك مش واضح بشكل كبير، فنتمنى بس إن احنا نقف في حتة فيها سيجنال أو إشارة علشان نقدر إن احنا نسمع صوتك بشكل صحيح. طيب هل كده الصوت أفضل؟ أيوة كده صوت أفضل. حاجة بتقولي إنه الطيارات الظلامية كانت بتحاول إن هي تستقطب الشباب. دكتور أسامة، طيب على ما يبدو إن احنا فقدنا الاتصال بدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، وبنعتذر طبعا عن رداءة الصوت، ولكن على ما يبدو أنه من المصدر. بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران، وشكر أيضا موصول من فريق العمل، وإلى اللقاء.